بسم الله الرحمن الرحيم. جريد فور، اهلا بيكم مره تانية. نرجع للفورس، يا رب المره دي تظبط. الفورس القوه، قلت ان انا عشان انا اثر باي فورس على اوبجكت يتحرك، انا بوصله الانرجي على شكل ايه؟ على شكل فورس. الفورس بتنقل الانرجي اهو وتصل للاوبجكت، الاوبجكت موف. فلما الاوبجكت موف يبقى عمل وورك، ده اللي احنا قلناه. اي جسم عاوز احركه يبقى محتاج انرجي. طب هجيب الانرجي منين؟ هجيب الانرجي من الفورس اللي هاثر بيه. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هاثر على الاوبجكت بفورس، يبقى الانرجي اللي جوايا انا انتقلت الى هذا الاوبجكت على شكل فورس، فالاوبجكت اتحرك. تمام جدا. كيكينج بول على سلايدر هنا، حتى على الزلقه دي هو بنزل تحت كده، برضو عباره عن ورك دان. فده اللي هنشتغل عليه النهارده. هنشوف كده مع بعض ايه اللي عايز اقوله. انفيجر 1 اسانت سيرفر، اللي هي السيرفر اللي هي السطح الرمل، موف فيري فاست داون ذا هيل. ذا بول موف ثرو ذا اير when player kick it with his hand. Number three, the toy car at the top of slider will move, will not move if no force applied of it. ما فيش أي جسم يا جماعة هيتحرك من غير ما يكون في قوة تأثر عليه. مفيش أي جسم يتحرك لازم يكون في force applied on it. تمام؟ طيب تعال بقى نشوف إيه اللي عايزينه هنا بقى. بيقول لي في نوعين من الإنرجي ممكن ألاحظهم. حتى الجسم الواقف تقول لي ما عندوش إنرجي، أقول لك لأ عنده إنرجي. الله! فين إنرجي يا سير؟ أقول لك يا سير إنرجي فين؟ الإنرجي يا شباب نوعين. إما كاينيتيك انرجي يعني طاقة حركة، أو حاجة اسمها بوتنشال انرجي طاقة وضع. طب إيه الفرق بين البوتنشال والكاينيتيك انرجي؟ أقول لك أنا. لما تبص على جسم كده تكون أنت رافع صندوق فوق الدولاب والصندوق وقف، تقول لي بص يا سير بقى الصندوق ده ما فيهوش أي انرجي، أقول لك لا غلطان. أمال إيه؟ لا ده فيه. في نوع من الانرجي اسمه بوتنشال انرجي. كلمة بوتنشال انرجي يعني طاقة وضع، وهذه الطاقة بتبقى ستورد يعني مختزنة في الاوبجكت. يعني عندي الاوبجكت، مش معنى ان الاوبجكت ما بيتحركش يبقى ما عندوش طاقة، لا. ده ممكن تكون الطاقة اللي عنده طاقة ستورد مختزنة في هذا الاوبجكت. بص 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 تعال شوف كده النوعين. أول حاجة الكاينيتيك انرجي. All moving object، أي جسم بيتحرك عنده نوع من الإنرجي known as kinetic energy، طاقة حركة. Object don't move، الأجسام التي لا تتحرك it's kinetic energy zero، don't have kinetic energy، يبقى أي جسم ما بيتحركش ما عندوش kinetic energy. طيب لكن عنده تايب آخر من الإنرجي known as potential energy. يبقى كلمة potential energy طاقة وضع، يبقى الجسم اللي ساكن ده مش معناه ما عندوش طاقة، لا عنده طاقة بس طاقة مختزنة على شكل حاجة اسمها potential energy. تمام؟ يبقى أوصل من هنا لإيه اللي أنا عايز أقولها؟ الحتة اللي أنا هجيبها إيه؟ هي الـ from the previous دي أهي، اللي هي الجزء ده. ده كده شباب ده اللي كي. يبقى أنا عندي أي جسم بيتحرك عنده حاجة اسمها كاينيتيك، ولكن مش معنى إن أي جسم ساكن ما عندوش طاقة، لأ، قد يكون جسم ساكن ولكن في طاقة مختزنة فيه على شكل نوع اسمه بوتنشال إنرجي. طيب تمام جدا. نكمل. إحنا بقى هنشتغل على هذه أنواع من الطاقة. Meaning of energy، type of energy، kinetic energy and the potential، ثم energy transformation in engine. تعالوا نشوف كده مع بعض
ايه موضوع رولر كاستر اللي هي لعبة الرولر كاسترز اللي هي بتاعت اللعبة اللي شايفينها كده في الرسمة دي؟ خلي بالك الرولر كاستر ده بتطلع لفوق بحاجة اسمها الموتور، والموتور ده يا جماعة بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن الكتريستي كهرباء، والكهرباء دي بتحرك هذا الموتور وتقوم رافعاه لفوق. تمام، يبقى هنا عنده كاينتيك انرجي، ما دام بيتحرك يبقى عنده كاينتيك انرجي. تمام، تعال نشوف السؤال بيقول ايه. In your opinion، من وجهة نظرك، ده الراجل بيقول لك اه من وجهة نظرك انت يا ابني، نعم. Which of the following engineers are responsible for the movement of roller coaster train؟ مين المسؤول عن انتاج الطاقه عشان يحرك رولر كاستر هنا؟ اقول له طب تعال نشوف كده الاجابات. هل الكايتيك انرجي اند لايت انرجي؟ لا. هل البوتنشال انرجي والساوند انرجي؟ طبعا لا. طب هل الالكتريك انرجي والكايتيك انرجي؟ قال له اه، لان الالكتريك انرجي بتحرك الموتور بتاع رولر كاستر، ومن هنا تتحول الى كاينتيك انرجي، طاقه حركه. يبقى انا عندي الالكتريك قدرت احولها الى كاينتيك انرجي، طاقه حركه في رولر كاستر. طيب تعال شوف كده الموضوع ماشي ازاي. الكاينتيك انرجي، ذا رولر كاستر موف اب رابيدلي، بيطلع لفوق بسرعه لفوق. Then its speed decrease gradually، تبدأ صوت قل تقل 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 لحد ما يقف هنا فوق. فين؟ فوق الهيل، في الحته العاليه قوي اللي فوق اهو. Until it reaches the highest point، لحد ما يصل الى اعلى نقطه. Then it passes butterfly at the top of the hill، يقف كده فوق كده ويظبط. خلي بالك بقى، هو فوق تقول لي يا سير ما عندوش طاقه، اقول لك لا يا حبيبي عنده طاقه. الله، ازاي ده هو واقف؟ ايوه بص معايا، طول ما هو طالع كل الطاقه اللي اخدها هو طالع، لما وصل لحد اعلى نقطه هنا at the top of the hill، ايه اللي حصل؟ كل الطاقه اللي كان واخدها اثناء صعوده اتخزنت جواه على شكل نوع من الطاقه اسمه potential energy. تمام. تعال شوف كده الرسمة دي ايه اهو. من هنا as the roller coaster move up the hill there is a electric motor، الموتور بالكهرباء، that are used to carry the train، بيشيل القطر up to the top of the hill. يبقى الموتور بتاع الرولر كاستر ده طلع لحد فوق هنا. طب فوق اللي حصل؟ بص بقى، ركز قوي. At the top of the hill the train stores، خزن، خلي بالك، خزن some energy اللي هي مطلعه لحد فوق على نوع من انواع حاجه اسمها potential energy during rising. يبقى هو طالع لفوق، كان ايه اللي حصل؟ كان الكهرباء اللي عندي او الالكتريك انرجي حركت الموتور رفعت لفوق، فدي كلها انرجي انرجي انرجي. طب راحت فين الانرجي دي؟ اتخزنت فين؟ حته في هذا الرولر كاستر في التوب اوف ذا هيل، اتخزنت على شكل نوع من الطاقه تاني اسمه بوتنشال انرجي. طيب وبعدين انا هفصل الموتور خلاص، اول ما الرولر كاستر تبدا تنزل الطاقه اللي كانت مخزناها عندها على شكل بوتنشال انرجي هتبدأ تتحول مرة تانية إلى كاينتيك انرجي وتبدأ تنزل. بص as the roller coaster moved down the hill the energy stored، أهو هو نازل من عند الهيل، الانرجي اللي stored اللي اختزنت اللي متخزنة in the train اللي هي البوتنشال انرجي اللي كانت فوق it changed into more active from the energy اسمها كاينتيك انرجي. تعالى بص انا هقول لك كلمتين مختصرين عشان تفهم القصه دي كويس. بص معايا يا شباب، قال الارض دي الارض
وبعدين ادي عندي هل. اي جسم بيطلع يطلع 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 وهو طالع، ما دام في حركه يبقى فيه كاينتيك انرجي. بس الكاينتيك انرجي يا جماعه كل شويه بتقل 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 لحد ما جه عند التل فوق ووقف. يبقى كل الطاقه اللي كانت عباره عن كاينتيك انرجي، طاقه حركه، كلها اتخزنت عندي فوق هنا على شكل نوع تاني من الطاقة اسمه بوتنشال انرجي. تمام. طب لو فضل واقف فوق، يبقى طول ما هو واقف فوق الطاقة اللي فيه بوتنشال انرجي متخزنة. طول ما هو واقف فوق. طب لو انا يا سير بدأت ازقه وبدأ ينزل، البوتنشال انرجي اللي كانت متخزنة عنده بدأت تتحول إلى نوع تاني من الإنرجي اسمه كاينتيك إنرجي مرة تانية، وبالتالي بدأ الجسم يتحرك مرة تانية. طيب وبعد ما اتحرك مرة تانية يمشي على الأرض شوية 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 ويقف. السؤال، مين اللي وقفه هو على الأرض؟ أيوه الناس المصحصحة معايا، فعلا الفريكشن فورس. الفريكشن فورس ديت طاقة الاحتكاك لما الجسم بدأ ينزل بسرعة 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 بسرعة، وتحولت البوتنشال إلى كاينتيك وبدأ يتحرك، بعد شوية وقف. أي جسم يا جماعة، أي جسم يتوقف بعد فترة من الحركة، أي جسم يتوقف بعد فترة من الحركة، سبب هذا التوقف هو الفريكشن فورس. الفريكشن فورس دي عبارة عن طاقة أوبزيت، عكس اتجاه الحركة، دايما بتعمل سلو داون، تباطؤ في الحركه لحد ما توقفها. طب نرجع تاني بقى لموضوعنا. يبقى انا عرفت كده الدنيا فيها ايه، وهو طالع نوع من انواع الكايتيك انرجي، وهو فوق بتبقى كلها بوتنشال انرجي، لما ينزل البوتنشال تتحول مره تانيه لكاينتيك ما دام بتتحرك. هو از رولر كاستر موف داون، هو نازل ذا هيل، ذا كايتيك انرجي انكريز، الطاقه يا جماعه بتاعت الكايتيك بتزيد از اتس سبيد انكريز، كل ما السرعه بتزيد الكايتيك انرجي بتاعته بتزيد ايضا. الكلمات اللي هو الكاسر اللي هو قطار الملاهي السريع، ثم الكتريك انرجي، ثيرمال انرجي، بريفاي بريفلاي اللي هو توفير ايه سوري لوقت قصير، لفتره صغيره برهه، يعني سمول بيريود اوف تايم. تعال نكمل. فروم ذا بريفيوس اكسبلانيشن وي كان كونكلود ذات، تعالى بقى ايه اللي فهمته من كده. الحتتين دول مهمين جدا يا شباب. هو وين ذا رول كاستر موف داون اتس كاينتيك انرجي انكريز، هو نازل من فوق الكاينتيك بتزيد. طيب الكاينتيك انرجي انكريز از ذا سبيد انكريز، في علاقه يا جماعه بين الكاينتيك انرجي والسبيد، كل ما السبيد تزيد اتس كاينتيك انرجي انكريز، يبقى في علاقه ما بين الكاينتيك انرجي والسبيد باي انكريز ذا سبيد. ما هو الكاينتيك انرجي حركه، والجسم لما سرعته تزيد بعدها ان حركته بتزيد. وات هابنز، طبعا الاثنين دول كيب يا جماعه، دول كيب. What happens؟ طبعا what happens كمان. A roller coaster move from up to down، من up لداون، من فوق لتحت. بالنسبة لمين؟ للإنرجي. أقول له وهو نازل الكاينيتيك إنرجي هتزيد، أو البوتنشال إنرجي اللي كانت متخزنة فوق هيتحول إلى كاينيتيك إنرجي ويتحرك. يبقى البوتنشال إنرجي اللي كانت متخزنة عنده فوق يتحول إلى كاينيتيك إنرجي وينزل. تمام. نمبر 2، برضه رول كاستر ستوب، وقف. وقف معناها ما عادش عندي كاينتيك، يبقى اي جسم واقف الكاينتيك بتاعته زيرو. زيرو يعني صفر لانه ما بيتحركش. تمام جدا. تشيك تو اندرستاند كاينتيك انرجي اوف موفينج اوبجكت انكريز باي انكريز اتس سبيد. ايوه طبعا احنا قلنا السرعه تزيد الحركه تزيد يبقى الكاينتيك انرجي بتزيد. When the roller coasters move from up to down it has most kinetic energy
when it reach the lowest point of the hill. صح، تعال اقولها لك ازاي دي بقى. نعمل واحد تاني اهو، ادي الارض وادي الهيل. طلع الكاينتيك بتقل لحد ما وقف فوق بقى البوتنشال كلها، وهو نازل بقى تبدا السرعه تزيد 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 تزيد، تيجي عند الارض اكبر سرعه واكتر كاينتيك انرجي لهذا الاوبجكت عند الارض. اكبر سرعه واكبر كاينتيك انرجي لمس الارض. علشان كده بيقول لي ايه، بص يقول لي ايه بقى هنا، يقول لي ان سرعه او الكاينتيك انرجي بتاع هذا الاوبجكت بتكون اكبر قيمه لها فين؟ عند الارض اهو. هو ذا روكاستر موفز ذا جراوند داون اتس كاينتيك انرجي ريتشز ذا ماكسيم ذا، هنا بقول لك اسف ذا لوست ريتشز لوست، اسف لوست اوف ذا هيل. يبقى بتصل الكاينتيك انرجي بتكون ريتشز لما يصل الى لوست بوينت اوف ذا هيل، اقل نقطه في الهيل عند قاعده الهيل من تحت. يبقى معنى كده هتبقى كل الطاقه كاينتيك. It has most kinetic energy. فين حته؟ عند قاعه الهيل، عند اقل نقطه عندي هنا هتبقى الكاينتيك انرجي اكبر قيمه. لان فوق كانت الكاينتيك بتساوي زيرو، ان واقف ما بتحركش. وهو نازل تبدا تزيد 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 وتصل الى الماكسيمم بتاعها عندما يصل الى اقل نقطه في الهال. هايل، جميل جدا لسه ده يا جماعه، جميل جدا وشيق. طبعا هيبقى عندنا هوم ورك برده معاه اللي هو 246 و47 و48 لحد 48. ليسن 2 بيتكلم على ايه بقى؟ What do you already know about energy and motion؟ نفس الكلام، هو كل الكونسيبت عن البوتنشال انرجي والكايتيك انرجي، مفيش اكتر من كده اهو. Observe that these pictures both true in front of the object that has energy. عنده انرجي. تمام. خلي بالك كلهم عندهم انرجي. طب الواد قاعد بس قاعد في مكان عالي على الارض، يبقى الانرجي اللي عنده بوتنشال، متخزن على شكل بوتنشال. شو بقول لك ايه هنا بقى؟ Energy is a part of everything. الانرجي ده جزء من اي حاجه في الدنيا. That happens in the world everything we do. يعني الانرجي جزء من كل حاجه في العالم. الانرجي يا جماعه قد تكون طاقه زي ما قلنا، طاقه وضع او طاقه اسمها طاقه حركه. طيب لما ناكل ايه اللي بيحصل؟ When we eat, الفود ده obtain energy، بيديني energy، help us to grow and move. ادي واحدة. يبقى هنا حتى أنا وأنا باكل الطاقة اللي أنا باكل بيها ديت أو اللي بيديني الطعام بتبقى عبارة عن إيه؟ طاقة. الطاقة ديت أنا بستفيد بيها في كل شغلي. Make us move and do activities. ماشي. اتنين، energy affects الطاقة بتأثر في الأوبجكت and makes them move and change its their places. أهو أنا دلوقتي بحرك هذه عربة الحديقة والبيرو من مكان لمكان، يبقى الإنرجي كمان بتأثر في الأوبجكت وتخليهم يتحركوا من مكان لمكان. نمبر 3، energy helps in operating all electric devices، اللي هي بقى الطاقة الكهربية، تشغيل كل الالكتريك ديفايسز عن طريق هذه الطاقة الكهربية. ماشي. انرجي هيلب اس كوكينج. ماشي. كل الحاجات دي الطاقة بتعملها. طيب يبقى الطاقة ديت في كل حاجة في حياتنا. أنت وأنت قاعد دلوقتي طاقة كهربية تشغل بيها الموبايل أو اللاب، ثم الإنترنت، اللمبة، اللي مش عارف، كل الأجهزة دي يا جماعة شغالة بإنرجي. طاقة. يقول energy move، الانرجي تنتقل from object to another. For example the pillow that shows the player kick a ball as shown in the following steps. خلي بالك الواد بقى هيعمل ايه، بص بقى ركز معايا، الواد هيشوط الكورة
أول حاجة معناها إن هو إدى للكورة إنرجي، بس إداها لها على شكل فورس. شوف، the kinetic energy transfer from the player، الطاقة الكينيتيك الحركية تنتقل من الرجل إلى مين يا جماعة؟ إلى الكورة. to the ball when it kicked it. ماشي، وبعد كده إيه اللي حصل؟ لسه، وبعدين إيه اللي حصل؟ when the ball move، لما الكورة تتحرك in the air as a result of transfer of kinetic energy to it. يبقى الراجل الواد شاط الكورة، الكاينتيك انرجي اللي في جسم الولد انتقلت للكورة، فقامت الكورة متحركة عشان عندها كاينتيك انرجي. تعال بقى نشوف الجول كيبر. زين كاينتيك انرجي ترانسفير فبول تو ذا فروم اه فروم ذا بول تو ذا جول نت، اللي خبط في الشبكة. ويتش فايبريت يبقى الكوره هنا، الكوره اللي صاحبنا شاطها، الكاينتيك انرجي اللي في جسمه اتنقلت للكوره. ماشي، بعد كده الكوره بدات تمشي في الهواء، تمام، قامت رايحه فين؟ للنت، للشبكه. النت اول ما الكاينتيك انرجي اللي في الكوره خبطت في الشبكه، النت فايبريت، اهي فايبريت، اهتزت as a result of transfer kinetic energy. يعني عايز اقول لك ان الكاينتيك انرجي عماله تنتقل، كانت في رجل الولد، بعد كده راحت للكوره، الكوره مشت، بعد ما راحت للكوره ومشت بدات تخبط في الشبكه، الشبكه اهتزت، يبقى من رجل الولد للكوره للشبكه، ده كله عباره عن ترانسفير الانرجي او انتقال للكاينتيك انرجي. نوت، any stopped object، اي جسم يا جماعه واقف، اي stopped object، any stopped object on the earth's surface as a vigor one، اهو ادي على الارض، لما يكون على الارض خالص 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 كده، يبقى معنى كده ما عندوش انرجي، no has no energy. طب ليه يا سيد؟ قال لك اصل اي حاجه على الجراوند، ما تقولش بقى على الارض، الشقه بتاعتي، الشقه بتاعتك دي في الدور الثالث، في الرابع، في الخامس، يبقى مش على الارض. انا بتكلم على الارض تحت خالص، على الجراوند، وايل ان اوبجكت ات ذا هايت، لكن اي جسم موجود على ارتفاع ما اوف ذا ايرث سيرفيس ان فيجر 2 عنده انرجي، بس اسمها بوتنشال. بص يا شباب، افهم الحته دي من فضلك بس عشان ايه تركز فيها كويس. اي جسم مرتفع عن الارض عنده طاقة. خدها قاعدة. الجسم اللي موجود على الأرض كده أهو، الكاينيتيك إنرجي بتاعته بزيرو، حتى البوتنشال زيرو. ليه يا سير؟ هو البوتنشال زيرو ليه يا سير؟ أقول لك ليه؟ علشان يكون عنده إنرجي يا شباب، عشان أقول إن عنده طاقة، لازم إيه؟ لازم إن هذا الأوبجيكت يكون مرتفع عن الأرض. مرتفع ولو حتى متر، نص متر، ربع متر، أيًا كان. علشان اقدر اقول ان عنده انرجي. لكن على الارض كده لو هو واقف تبقى القاعده بتاعته بزيرو، وبالتالي برضه بتنشل بزيرو. لكن لو موجود على مكان عالي يبقى اكيد حد رفعه، معنى ان حد رفعه يبقى في ورك دان وتخزن فيه على شكل بوتنشال. وهو نازل البوتنشال دي هترجع مره تانيه الكاينتيك. انا عايزك تركز قوي في الحته دي. بص يا شباب، دايما البوتنشال والكاينتيك دول طاقه موجودين في اي جسم، لكن حسب مكان الجسم ده اعرف اذا اجت بوتنشال ولا كاينتيك. يعني الجسم اللي موجود على الارض خالص البوتنشال بتاعته بزيرو. ليه؟ لا اسمع، اسمع الكلام بالله عليك. البوتنشال انرجي مرتبطه بالهايت، الارتفاع. كل ما كان مرتفع على الارض كل ما كان عنده بوتنشال انرجي اكتر. يبقى البوتنشال انرجي مرتبطه بالهايت. طب والكاينتيك مرتبطه بالسبيد، بالسرعه. كل ما كان الجسم بيتحرك يبقى معنى كده عنده كاينتيك انرجي. طيب يبقى انا كده افهم ايه؟ اي جسم موجود على سطح الارض ما فيهوش انرجي ليه؟
لان البوتنشال انرجي بتاعته بزيرو على الارض، وفي نفس الوقت ما بيتحركش. لكن الجسم اللي موجود على اي ارتفاع، ان شاء الله على كرسي، ما دام ارتفع نص متر على الارض، معنى كده ان عنده طاقه، وهذه الطاقه بتكون بوتنشال انرجي او طاقه مختزنه. نرجع تاني يا شباب. Take you understand energy affect object and makes them move and change its place. طبعا طبعا الطاقه يا جماعه دي هي اللي بتخلي الجسم يتحرك ويغير مكانه. Energy doesn't transfer from an object to another. الانرجي لا تنتقل من جسم لاخر. طبعا الكلام ده غلط. انا خدت الكايتيك انرجي من رجل الولد للكوره، من الكوره للشبكه، وممكن تنتقل وتنتقل تاني وتالت ورابع. يبقى الطاقه دي يا جماعه لا تتوقف عن الانتقال. تمام. انرجي بيزكس، اساسيات في الطاقه. بص معايا كده. اول حاجه الفورس از something ذات اتشينج الانرجي تو ميك ات ايبل تو وورك تو دو وورك. الفورس يا جماعه الطاقه ديت، الفورس هي القوه، هي الطريقه اللي بتنتقل بيها الانرجي. تاني تاني الفورس هي الطريقه اللي بتنتقل بيها الانرجي من جسم لجسم. انا دلوقتي عايز اديك انرجي طاقه، اقوم اثر عليك بقوه ازقك، يبقى الفورس ديت خلت الطاقة اللي عندي تنتقل من عندي لعند حضرتك، تقوم انت واقع او تحرك مكانك. معنى ان حركت مكانك يبقى في ورك دان، يبقى في هنا ورك دان، وبالتالي اقول ان هنا الانرجي اتنقلت لك، بس على شكل ايه؟ على شكل فورس. على شكل فورس. هي دي يا جماعة الفكرة. يبقى دايما هنا عندي اي طاقة، اي طاقة عشان تنتقل، تمام، بتنتقل الاوبجكت على شكل، على شكل فورس. يبقى الفورس دي هي الطريقه التي تنتقل بها الطاقه اليك. تمام تمام جدا. نكمل يا شباب. تعال بقى نعرف وات از ذا انرجي، ايه معنى كلمه انرجي. بيقول الانرجي ات از ذا ability تو دو ورك، هي القدره على بذل شغل. اول causes a change، او احداث تغيير. يبقى الانرجي ديت لو انا قادر اعمل شغل، يعني لو انا قادر ازق الترابيزه، يبقى انا نقلت الطاقه اللي عندي للترابيزه، فالترابيزه اتحركت فعملت ورك، يبقى انا عندي انرجي. يعني ساعات اقول لك ايه؟ خد يا ابني البتاعه دي طلعها لعمك في الطول الخامس، ولا تقول لي يا لهوي يا سير هو انا عندي طاقه اطلع. ايوه الطاقه دي هي اللي هتطلع من جسمك على شكل فورس، وهذه الفورس هتحرك الاوبجكت، يبقى انت عملت ورك. يبقى it is ability to do work or make a change. طب ايه هو الورك؟ الورك باختصار اي فورس تاثر على جسم تحركه يبقى في ورك. it is a force causes an object to move distance. اي فورس يا جماعه تاثر على اوبجكت يقوم يتحرك، يبقى انا كده عملت ايه يا جماعه؟ عملت ورك. تمام؟ فاهمان ازاي؟ يبقى الفورس اللي عندي انا، الانرجي اللي عندي طلعتها على شكل فورس. الفورس بقى راحت للاوبجكت وبالتالي نقلت له الانرجي. فبعد ما انا نقلت له انرجي الجسم اتحرك. فمعنى انه اتحرك يبقى هو عمل ايه؟ عمل ورك. يبقى اي جسم بيتحرك، اي جسم بيتحرك ده معناه ان عمل ورك، يعني عمل شغل. طيب نكمل يا شباب. اتفضلي يا يار. طيب نكمل، خلاص نكمل. العافيه حبيبتي. نكمل بقى يا شباب. يبقى انا كده وصلت لحد فين؟ لحد ايه معنى كلمه انرجي؟ It is the ability to do work or make a change. هي القدرة على بذل شغل. على أساس إيه؟ إن هذا الشغل يا شباب، إن هذا الشغل علشان يحصل لازم يكون في فورس تنقل الطاقة. بعد ما تنقل انرجي يبقى عندي الجسم يتحرك، يبقى عمل ورك.
والورك هو عبارة عن إيه؟ It is a force that causes the object to move a distance. هي عبارة عن القوة اللي بتخلي الجسم يتحرك distance. أي جسم يا جماعة اتحرك مسافة، معنى إنه اتحرك مسافة يبقى فيه work done. يبقى الورك ده معناها إيه؟ إن المسافة الفورس اللي تخلي الأوبجيكت يتحرك مسافة ما. تمام. نكمل. إكزامبل بقى على مين؟ إكزامبل على شو ذات ريليشن ما بين مين؟ ما بين الإنرجي أند وورك. ده بقى عبارة عن بعض الإكزامبلز توضح العلاقة ما بين مين؟ الإنرجي والورك. تعال نشوف كده مع بعض إيه الموضوع بتاعها ده. نمبر 1. When the football player kick the ball, the force of his kick، شوف بقى القوة بتاعت ايه شطه، الفورس بتاعته، تمام، مالها؟ the force of its kick the ball، تمام، causes the move، تسبب ايه؟ move، حركة هذه الكرة اهو، causes the move، ball move in different direction. يبقى هو شاط، شاط، يبقى الفورس اللي جواه اتنقلت للكوره، خلت الكوره تتحرك مسافه، يبقى هو هنا يا جماعه الكوره ما دام اتحركت يبقى في ورك دان، ورك دان. نمبر 2، thus the player، لذلك البلاير does work، عمل work، and his and he consume energy، واستهلك طاقه، يعني عشان هو شاط الكوره to move his leg، يبقى عشان يحرك رجليه هو طلع طاقة من عنده، يبقى استهلك طاقة، الطاقة ديت خرجت من جسمه على شكل فورس، على شكل قوة، فمعنى كده إن هو كده يبقى عمل work. ليه؟ لأنه شاط الكورة والكورة اتحركت، ما دام اتحركت يبقى في work done، يبقى كان عنده energy جوه جسمه، خرجت على شكل فورس، الفورس بدأت ايه؟ تحرك الكورة، لما الكورة اتحركت بقى فيه هنا ورك دان. So لذلك the work done by the player causes the ball move. الورك دان اللي عمله بير خلى الكورة تتحرك. بص يا شباب ركز معايا. الولد شاط الكورة. الولد أساسا عنده جوه جسمه انرجي. هذه الانرجي اللي جوه جسمه طلعها على شكل فورس. فطبعا عشان يرفع رجليه ويشوط محتاج طاقه. طب هو عمل كده وطلع الطاقه. الطاقه اتنقلت لمين؟ للكوره. على شكل ايه؟ فورس. الكوره اتحركت. تمام. لما الكوره اتحركت يبقى الكوره كده عملت ورك. يبقى الشخص ده عمل ورك. ليه؟ لانه طلع انرجي من عنده على شكل فورس. الفورس ديت نقلت لجنة الكرة، الكرة اتحركت، ما دام اتحركت مسافة يبقى أنت كده عملت ورك. طيب فاكتس، حقائق عن الإنرجي. إنرجي كان ستورد، ممكن تتخزن and change، وحولها from one form to another. يعني إيه؟ ممكن زي ما قلنا الرول كاستر ده لما كان طالع لفوق كانت أول حاجة في كاينيتيك، فوق بقت بوتنشال، وهو نازل رجعت كاينيتيك، يبقى هنا في تحولات للطاقه. ايوه الطاقه ممكن تتحول. When you hold a pole is it stored potential، ما دام ماسكها فيها بوتنشال. When you let it fall down، لما تسيبها تقع على الارض البوتنشال اللي كانت متخزنه جواها اتحولت الى كاينيتيك فتحركت. Moving the pole is moving where the potential energy stored، شوف اللي كانت stored فيه it change into kinetic. انت دلوقتي رفعت الكرة اهو لفوق يبقى انت عملت work done. الطاقة راحت فين؟ متخزنة في الكرة على شكل potential. بمجرد ما حضرتك تسيب ايدك من الكرة، الكرة تقع، يبقى البوتنشال اللي كانت جوه الكرة اصبحت kinetic، وهكذا. Most forms of energy can't seen. معظم اشكال الطاقه ما تشوفهاش. يعني السلك ده فيه كهرباء، انا مش شايف الكهرباء. الكوبايه دي سخنه، مش شايف السخونه. المعلقه دي سخنه، مش شايف المعلقه. حتى الساوند، انت بتسمع الصوت لكن ما بتشوفوش.
الوحيد اللي يمكن أن نراه هي الطاقة الطاقة الضوئية. لا حول ولا قوة بالله، الطاقة الضوئية. يعني ايه الطاقة الضوئية؟ هي الطاقة بتاعة الضوء اللي عندي. طيب يبقى ده كده، يبقى الانرجي تحولت اذا كذا نوع اهو. الراجل رفعها لفوق، لما رفعها لفوق بقت فيها بوتنشال متخزنه، سابها قامت راجعه على بوتنشال كاينتيك. موست فورمز اون ذا كانتسين، الساوند ما اقدرش اشوفه، الثيرمال الحراره ما اقدرش اشوفها، الالكتريك ما اقدرش اشوفها، الكيميكال ما اقدرش اشوفها، كل دي فورمز. الوحيده اللي اقدر اشوفها هي اللايت انرجي، الوحيده اللي اقدر اشوفها اللايت انرجي. We can see and measure what energy can do. يعني اقدر اشوف واحسب الطاقه اللي محتاجها. When you push a wooden box، لما تحرك الصندوق ده، and this box move، يتحرك من مكان لمكان تاني، يبقى انت بذلت فورس، والفورس راحت لهذا الصندوق، بقت عباره عن انرجي، حركته مسافه، يبقى في work done. That means the energy transfer from you to the box and also can measured، اقدر اقيسها through the distance، يعني اشوفها بالمسافه اللي اتحركها الصندوق. انت حركت حته صغيره يبقى طاقه قليله، لا ده انت مسافته كبيره يبقى طاقه اكبر. يبقى حسب الديستنس اللي الصندوق اتحركها اقدر اقول لك الانرجي اللي عندك قد ايه. Check your understand. The ability to do work is known as energy. What is the energy? It is the ability to do work or causes a change. The forces that causes an object to move distance اسمها ايه؟ ما دام بيتحرك يبقى اسمها كاينيتيك يا شباب. Energy doesn't change from one form to another. غلط، ده بتتشينج. بقدر احول الطاقه من صوره لصوره بالبوتنشال اللي كاينيتيك ميكانيتيك بوتنشال زي ما انا عايز. When you push a wall and this wall doesn't move، ما اتحركش اهو، ما اتحركش. That's mean you that you does work. ازاي يا جماعه does work؟ يا راجل حرام عليك، ده بقول لك الحيطه ما اتحركتش، يبقى ازاي هيبقى في work ومفيش distance؟ يا جماعه اي جسم يتحرك distance يبقى في work، ما اتحركش مفيش work. The person who push the car forward and this car move. This mean the person causes consume energy. مظبوط طبعا استاذ، طب لان هو ما دام زق الكار والكار اتحركت يبقى الطاقه اللي عنده طاقه الكار يبقى هو فقط طاقه. consume يعني يستهلك طاقه، يستهلك طاقه. هنا موضوع البوتنشال انرجي والكاينتيك، زي ما قلت لك العلاقه بينهم علاقه فعلا لازم علشان الجسم يتحرك لازم يكون في فورس، ما دام اتحرك يبقى في كاينتيك، والجسم فوق اسمها بوتنشال، اسيبه تبقى كاينتيك، ارفعه تبقى بوتنشال. بس يبقى هنا ايه؟ ذا بول هاز بوتنشال. ليه عندها بوتنشال انرجي؟ لانك رفعتها لفوق، بوتنشال استورد فيها على شكل بوتنشال انرجي. طب سيبها البوتنشال اللي كانت متخزنه ترجع تحركها بقت كاينتيك، يبقى هنا اقدر احول البوتنشال لكاينتيك والكاينتيك لبوتنشال. بص بقى اللعبه دي حلوه قوي قوي قوي. ده الراجل بتاع الاكروبات، طبعا هو فوق هنا معناه ان متخزن في جسمه بوتنشال انرجي ما دام هو على ارتفاع لفوق. هينزل هنا، صاحبتنا دي كانت واقفه، كانت عباره عن ايه؟ كانت حركتها زيرو. اول ما نزل هنا البوتنشال اتحولت لكاينتيك، البوتنشال لكاينتيك، ونزل بيها هنا اهو. بص بص نزل كده اهو، اللي كانت متخزنه فيه بوتنشال اتحولت لكاينتيك واتنقلت لصاحبتنا دي، قامت طالعه لفوق هي كمان. كاينتيك برضه اهو. طيب وقفت فوق لحظه بقت بوتنشال، وهي نازله رجعت كاينتيك، وتنزل هنا تقوم رافعه صاحبنا تاني، وهكذا. يبقى عايز يقول لك بص بص، وانت فوق كل الطاقه بوتنشال، وانت تحت كاينتيك، فوق بوتنشال، تحت كاينتيك، فوق بوتنشال، وهكذا. During the movement of the acrobat 2
up in the air ال kinetic energy convert إلى potential. لما تيجي تنزل بقى تاني ال potential اللي كانت عندها يرجع ل kinetic وهكذا. دي يا جماعة إن إزاي ال kinetic وال potential بيتحولوا لبعض. When an object has potential energy, so if this object is already do work. ما دام عنده potential energy معناه already to do work or to be active. يبقى هو كمان يعني اي object عنده potential energy. So هذا ال object is ready to do work. ليه بقى؟ لان ال potential energy اللي متخزنه فيه ممكن في اي لحظه تحول لكاينتيك. طب اتحولت لكاينتيك بقت في حركه. يبقى اي جسم فيه بوتنشال انرجي يا جماعه متخزنه مستعد ان يعمل ورك. ازاي يعمل ورك؟ ان يحرك اي اوبجكت مسافه يبقى عمل ورك. As the height of an object from the earth's surface increase, كل ما الارتفاع يزيد معناها البوتنشال بتزيد. في علاقه ما بين الارتفاع يا جماعه والبوتنشال، كل لما تطلع لاعلى لاعلى يبقى البوتنشال بتاعتك بتزيد جدا جدا جدا. As the height of the object increase, البوتنشال انرجي ستورد في الاوبجكت برضه انكريز. يبقى كل ما اطلع لفوق معناها في بوتنشال انرجي اكتر. Do you understand? Scientists classify energy into two types اللي هو potential energy وكاينيتيك انرجي. ماشي. The object has not energy stored. يبقى أول ما أقول لك stored يبقى potential. In it when you lift it لما ترفعها لفوق away from the earth. تمام. ال potential energy نقص by increase the height. كل ما ال height يزيد يبقى هي كمان increase. يبقى ال potential energy increase as the height increase. كده يا شباب خلصنا ال lesson بتاعنا ده.